فما ملاعبيه اليوم قادره تصنع الفارق في المنتخب التونسي وما مشاتش. عادلك كريم حقي تعرفه انت في 2004؟ شكون يعرف فينا كريم حقي في 2004؟ شكون فينا يعرف كريم حقي في 2004؟ ما يعرفوا حد. ما يعرفوا حد. شكون جاب؟ روجيه لومير. جابوا روجيه ليكا وكيف كيف. في كاس قيس غضبان تعرفه انت في 96؟ كيف كيف؟ ما نعرفوش. هذوما بارزين، هذوما ملاعبين ظهر الكاليتي. لا لا سامحني. الزمين بربي غلطوا في الناس، ما فماش ملاعبين. غلطوا في الناس. ما فماش. يا ودي. 2004 انت عمار كريم حقي، لا انا لا انت لا الناس الكل اللي موجودين هنا كنا نسمعوا. يا رجل 2004 2004 2004 كل تونس كركاره نتاع ملاعبين. 2004 سي لو سيليكسيونور. ودي 20 سنة نقول لك. روجيه لومير هو اللي خذا القرار باش جاب كريم حقي. ما يعرفوا حد وحطوا كنا نجم نعملوا حتى تفرج عليه وبرز ما جابوش يا اخي جابوا خاطر نسيبوا له الخاطر لا برز ما برز بالباهي والعبد في الاطوار كنا نجم نعملوه مع دو تروا جو شكون شوشان تاع برايتون كنا نجم نعملوه معاه يلعب في دوزيام كيف في برايتون كنا انا هاني نجيب اللاعب كريستو تحكي عليه انت ما يلعبش انا حاب نقول لك راهو جاو دي ترونتينير عمرهم 30 سنه في ليكيب ناسيونال في الليست هذه وما يلعبوش وجاو لعبوا في الكوب دافريك وهما ما يلعبوش ودي كريستو ما يلعبش جمله حتى فيهم شكون في الستة شهور هذوما قبل الكوب داكو قبل الكوب دي موند لعب 6 و7 معناها توا مين انت تحب معناها انت تحب تقنعني اللي في تونس عندنا ملاعبين هكا مش هكا عندنا مهاجمين وعندنا ندلوا معناها في الرفاهيه احنا توا مارش بيك اكستريميست يا في الطرف يا في الطرف انا قلت لك لو كنا نجموا نعطيو الشانس ثلاثة نقربوهم هاتهم قلت لك اعطيهم راني سميت من راكيله مازال ماهواش نتاع المنتخب شوشان سميت لك شو اسمه كريستو سميت لك كريستو ما يلعبش الاهلي المصري سميت لك الشيرني نتاع نتاع على فال سميت لك الزعلوني زعلوني مازالوا صغار يا ودي الزعلوني تحط في تحط موجود بينه وهو وحمزه المثلوث وموجود يان فاليري وبالرغم ان يان فاليري ضده وموجود وجدي كشريده معناها تحط في تحكي لي على تحكي لي على واحد شعبه قلت لك قربوا كيما قال لك سمير قربوا مش مسكر عليه الباب جمله شكون قال لك مسكرين عليه مسكر شوف الحاجه اللي نحب نوصلها لكم تحطوا في الخمسه حاجه ربي سامحني كي تحطوا في الليسته نتاع ال 55 اش معناتها؟ امين سامحني لا سامي اللي سميتهم لك انا الكل موجودين في القائمه نتاع موجود في ال 55 معناتها زعلوني موجود في ال 55 مش كان زعلوني حتى راقي موجود وحتى كريستو موجود وحتى فما حاجه لازم على سمع انت كي تحطوا في ال 55 كسيليكسيونور حطوا عندك قناعاتك انك الملاعب هذا معناتها سيليكسيونابل نجم يكون في ليكيب ناسيونال انت عمار سامحني افهمني بالباهي وفهم سمير انا ما قلنا لكش لعبوا انت عندك فرصه امين مانيش في خطاب هوني ايه. تك تك زاد نجم باش خليك كلمه راهي 23 بلس 4 يا عمار 27 لاعبي 27 لاعبي كنت تنجم تقرب فيهم لاعبين ما تلعبوش امزوا خلي شوف هات هاو هاو قرب على غرام ما لقيته موجود فما زاد امين لما لوجيك ما فما ملاعبيه زاد يقعد بناك في الاهلي المصري ولا بناك في النجم الساحلي وانت ترى فيه عنده الامكانيه انه باش يمشي المنتخب ما نجمش نعيط له المنتخب احنا وقتاش نصلحوا روحنا كي نعرف وقتاش كي نعرفوا اللي احنا ما عدناش قادرين نخرجوا لاعب من البطوله التونسيه يلعب في الاوروب هذه ما عادش موجوده ما عادش اصلا اوروبا ما عادوش يجيوك هوني باش يتفرجوا عليك ما عادش فما هذاك علاش نحن مشينا لهم يا سي عمار علاش مشينا لهم نحن خاطر مشينا لهم جبناهم الصور اللي كنا نوريه يا عمار هذاك موجود يا عمار مشينا لهم جبناهم نحن هاو جبنا ملاعبيه هاو جبنا اربع خمسه ملاعبيه حاجه اخرى سامحني ناصر يا ناصر شويه ناصر حاجه مهمه تقى 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 يلعب في الشامبيونز ليغ وتتهلل في الترجي ملعب حتى دقيقه انا قررت لا ابش عطيك اصرار لا سامح اصرار في اصرار في ابش عطيك خذاش حظه التيفي خذاش لعب التيفي اون تو بارتو طيب العب يا سي بلا يا عادل ابش عطيك يعني ابش عطيك حاجه مهمه برشا ابش عطيك طون دو جو نتاع ملاعبيه اللي قبل ما يمشي الكوب دافريك نحكي على السخيري المفروض يلعب 720 دقيقه لاعب منهم كان 260 دقيقه واضح العيسى العيدوني المفروض يلعب 630 دقيقة لاعب 213 دقيقة داكوردو نحكي على بن رمضان هذا نحكي على المستدام تاع ليكيب ناسيونال اللي لعبنا به مباراة رسمي المفروض يلعب 630 دقيقة لاعب 43 دقيقة باش تفهم